ترك مدرسته في المرحلة المتوسطة وتحديدا في الصف الثالث المتوسط ألم في الرأس أجبره على ترك الدراسة لعدم التركيز وعند المراجعة تم اكتشاف ورم في الرأس انتقل به إلى كربلاء المقدسة للعلاج فتم تحديد ثلاثين جلسة شعاع له بمعدل أربع جرع في الشهر الجرعة الواحدة بكلفة مائتين وخمسين ألف دينار عراقي أنا اسمي عثمان فرحان طالب ثالث متوسط درست شوية غادي وصار عندي وجع بالراس رحت على الدكتور أخذت رنين طلع عندي جيس ماي وورم بالراس قد الزون على كربلاء أخذت غادي شعاع ورنين وجرع ور... ثلاثين جلسة شعاع وأربعة أربع أسابيع كل أسبوع جرعة. والد عثمان اكد ان ولده يعيش بكلية واحدة منذ ان كان عمره سنتين بعد ان تم اكتشاف ورم في الكلية اليمنى فبقي منذ عام 2008 وحتى اللحظة بكلية واحدة ليواجه ورم الراس حديثا في ظل ظروف مادية صعبة لا يقوى عليها. عندي ابني عثمان مواليد 2006 يعني عمره 17 سنة 18 سنة. طالب مدرسة ده. بس حاليا بطل خطية هو ثالث متوسط يعني هو كان عمره سنتين وطلع عنده ورم بالكلى وعنده تشيس مي كلى اليمين نعم شنو الكلى وشنو الماء المي والحمد لله صار زين وقام يدرس وهاي بال 2022 ب 2022 قام يقع علي قال يابا راسك موجعني ودوخ يمشي مسافه شبرين ويقع وديناه على دكتور بجمله العصبيه قال خذوا رنين خذوا رنين قال عنده كتله براسه وعنده غياب أجهزة شعاع بمشافي الموصل يدفع مثل هكذا حالات للسفر إلى بغداد أو مناطق جنوب العراق أو أقليم كردستان ما يكلف أهل المريض مبالغ مالية تفوق طاقتهم إضافة لإرهاق المريض إحنا بالموصل الأدنى هنا ما عندنا شعاع أجهزة شعاعية ما عندنا الناس خطية تروح على البصرة على العمارة على الدهوك على السيمانية يعرجون هذه إحنا هنا ما عندنا أجهزة شعاع نطالب الحكومه رئيس وزراء وزير الصحه ان يوفر لنا اجهزه شعاعيه بالموصل عندنا هنا حتى الناس تتبهدل وتروحوا من الموصل سعد منصور قناه اي نيوز